أما قديسوك بالعكس بقى شعبك يا رب، فكان عندهم نور عظيم، وكان أولئك يسمعون أصواتهم. كان المصريين يسمعوا الصوت عند شعب الله بغير أن يبصروا أشخاصهم ويغبطونهم. يقول يا بختيهم، هم فرحانين إزاي وليه احنا مش فرحانين زيهم؟ على انهم لا يقاسون مثل حالهم. السلام اللي بيتمتع بيه من له نور المسيح، يشوفوا الناس اللي من العالم ويقولوا ازاي فلان ده عايش في سلام. طب واحنا مش عارفين نتمتع بالسلام ليه؟ ليه المخاوف والقلق والاوهام ماليه حياتنا؟ لانه ليه نور المسيح. ويشكرونهم على أنهم لا يؤذون الذين قد ظلموهم، ويستغفرونهم من معاداتهم لهم. استعجبوا ويروحوا يشكروهم، احنا أسأنا معاملتكم وأذلناكم 400 سنة وخدنا أولادكم ورميناهم في النيل، لكن انتم ما انتقمتموش منا، بالعكس انتم سمحتونا. يستغفروهم، وانتم ما ردتولناش الاذيه وانتقمتم منا. ويستغفرونهم من معاداتهم لهم، وبذلك جعلت لهؤلاء شعبك يا رب عمود نار دليلا في طريق لم يعرفوه، شمسا لتلك الضيافه الكريمه لا اذى بها. كان في الليل الله يرافق شعبه بعمود من نار ينور ليهم ويرافقهم، والشمس في الصباح كانت تظلل عليهم وتحميهم ما تلسعهمش. محدش جاله ضربة شمس لمدة 40 سنة، برغم ان شمس سينا شمس محرقة، لكن الله جعلها رقيقة عليهم تحميهم. جعلت لهؤلاء عمود نار دليلا في الطريق لم يعرفوه، أرشدهم في سكة ما مشيوش فيها قبل كده، شمسا لتلك الضيافة الكريمة لا أذى بها. أما أولئك فكانوا جديرا بهم أن يفقدوا النور، اللي هم اللي رفضوا الحكمة يستحقوا أن هم يفقدوا النور، ويحبسوا في الظلمة، لأنهم حبسوا بنيك الذين بهم سيمنح الدهر نور شريعتك الغير الفاني. دول ظلموا شعبك وحبسوا شعبك 400 سنة، شعبك ده اللي حيجي منهم النور الحقيقي اللي هو نور الايه؟ الشريعة، نور الكلمة. عشان كده ابتدى ينقل من عمود النور اللي رافقهم في الظلمة الى نور كلمة الله، نور الشريعة اللي هو شخص المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، كون العالم به والعالم لم يعرفه. أقنوم الكلمة، أقنوم الحكمة، أقنوم النور الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. فرق كبير بين الإنسان اللي طلب الحكمة وسعى وراء النور، وبين الإنسان اللي رفض الحكمة فتربط بسلسلة الظلمة فعاش في الوهم والخيال والخوف والرعب. صلى سليمان صلاها وتعلم من التاريخ أنه يقيس الأمور ويقيم الأمور ويعقلها، ما بين الجراد وما بين السلوى، ما بين الضفادع وما بين النار، ما بين البرد وضربة النار، وما بين المن اللي ربنا أنزله لشعبه، ما بين ضربة الظلام وما بين عمود النور اللي رافق الشعب وأشرق على شعب الله، ما بين وما بين، عمال يصلي بالتاريخ اللي حصل. بعدين يكمل في بقية الإصحاحين اللي باقيين، تلك الليلة ما بين ليلة مفجعة كانت لأولئك الذين رفضوا الحكمة ورفضوا التأديب، وبين ليلة مفرحة
ما بين ليلة قتل فيها أبطار المصريين وما بين ليلة مفرحة خرج فيها أولئك الذين استناروا بالحكمة إلى حرية مجد أولاد الله، ويحول الأحداث دي إلى صلاة رائعة يكلمنا عنها سفر الحكمة. البرد قتل الحجارة اللي من البرد اللي نزلت وضربت المصريين، واختلاط المية بالنار والنار لم تطفئ والمية لم تطفئ النار بالرغم ان الاثنين ضد بعض، وما بين المن اللي ربنا نزله لشعبه، والمن ده كان عبارة عن قشور من تلج، لكن بواسطة قشور التلج دي المن الخبز السماوي اللي يشبه قشور التلج ربنا عال شعبه واداهم حياة لمدة 40 سنة. وعمل مقارنة ما بين الظلام العام على شعب مصر اللي رفض ربنا والخوف والخيال والفزع اللي عاشوه، وما بين عمود النار اللي رافق شعب الله ليضيء إليهم، وكان عمود النار ده رمز للكلمة المتجسد، الكلمة اللي هتضيء إلى الأبد، لأن كلمة ربنا هي السراج اللي بينور للإنسان. ودي آخر آية وقفنا عندها في إصحاح 18 عدد 4. أما أولئك فكان جدير بهم أن يفقدوا النور ويحبسوا في الظلمة، اللي هم اللي رفضوا الله، لأنهم حبسوا بنيك الذين بهم سيمنح الدهر نور شريعتك الغير فاني، لأنهم اضطهدوا وأذلوا شعبك اللي هيجي من خلاله النور اللي هيضيء، نور الشريعة المقصود به كلمة الله المسيح المتجسد، لأن المسيح جه من شعب إسرائيل، والمسيح هو النور، نور الشريعة أو نور الكلمة غير الفاني، النور الأبدي. عشان كده السيد المسيح قال على نفسه أنا هو النور الحقيقي. بيكمل ويعمل مقارنة ما بين تلك الليلة المفجعة الأليمة اللي مات فيها أبكار المصريين، وهيها نفس الليلة اللي كان فيها فرح وسرور لشعب الله. ولما ائتمروا أن يقتلوا أطفالك، لما تأمروا ان هم يقتلوا اطفال العبرانيين بإلقائهم في النيل، ولما اتمروا ان يقتلوا اطفال القديسين، وعرض واحد منهم لذلك، واحد من اطفال القديسين اللي هم اطفال شعب الله تعرض للموت اللي هو موسى، ثم خلص ولكنه نال الخلاص. عقدتهم أنت بإهلاك جمهور أولادهم ثم دمرتهم جميعا في الماء الغامر، زي ما عملوا في أولاد قديسيك أنت عملت فيهم، لأن زي ما كانوا بيرموا كل طفل من أطفال العبرانيين في المية، هم برضه كلهم غرقوا في البحر الأحمر في الماء الغامر. وتلك الليلة قد أخبر بها أباؤنا من قبل، وهذه الليلة الله كان أعد شعب إسرائيل ليها من قبل كده، لما قال لموسى إني سأجتاز وأضرب كل بكر، وإنك شعبي يستطيع أن يخرج في تلك الليلة إلى حرية مجد أولاد الله، فكان الشعب جاهز لهذه الليلة، بينما المصريين اللي رفض ربنا ما كانوش جاهزين. وفي تلك الليلة قد أخبر بها أباءنا من قبل لكي تطيب نفوسهم، عشان يستريحوا بعد العناء اللي شافوه في العبودية، لعلمهم اليقين ما الأقسام التي يثقون بها، عشان يستريحوا لأنهم متأكدين أن ربنا أقسم ليهم، يعني إداهم عهد أنه هيخرجهم من أرض العبودية، ولأنهم وافقوا وصدقوا
في أقسام الله أو في عهود الله ليهم اتمتعوا بهذه العهود. ففاد شعبك بخلاص الصديقين وهلاك الأعداء. الإنسان اللي يصدق في كلمة ربنا هو الذي يستطيع أن ينال. فإن الذي عاقبت به المقاومين هو الذي جبتنا به إليك ونجدتنا. نفس الحاجة اللي انت عاقبت بيها اللي بيقاوموك هيها نفس الحاجة اللي انت جذبتنا بيها اليك وثبتت لنا مجد، اللي هو الموت. الموت اللي عاقب بيه اولاد المصريين لانهم برغم من انهم تاكدوا من وجود الله والله اظهر نفسه ليهم ببراهين كتيره لكنهم اوموه ورفضوه فكان مصيرهم الموت. نفس الموت ده اللي اهلك بيه المصريين هو اللي تمجد بيه مع شعب اسرائيل، لان شعب اسرائيل اكتاس في الموت وخرج وعبر الى الحياة والموت لم يستطيع ان يمسكه. ازاي من نفس الحاجة التفاعل بتاع الشخص يختلف من واحد الى اخر؟ ده نتيجة موقفه من الله. اللي بيرفض الله بيستقبل الحاجة دي كدينونة، لكن اللي بيقبل الله وبيمشي وراه يستقبل الحاجة دي كخلاص. فإن الذي عقدت به المقاومين هو الذي جذبتنا به إليك ومجدتنا. مش بس شدتنا ناحيتك ولكن كمان أعطتنا مجد. فإن القديسين بني الصالحين كانوا يذبحون خفية ويجيبون على أنفسهم شريعة الله، لأن شعب الله كان بيطاوع كلمة ربنا وبيقدم ذبيحة في الخفاء، لأن ذبيحة خروف الفصح كان كل بيت بيذبحها داخل البيوت مش خارجها. فكانوا بيذبحوا خفية في الخفاء بيقدموا ذبيحة لله، ذبيحة الطاعة، ذبيحة الإيمان، فكانت ليهم ذبيحة خلاص. لما صدقوا ربنا وثقوا فيه وآمنوا بيه وطوعوا اللي هو بيقوله لهم انكم اذبحوا هذا الخروف، والكلام ده كان جوه بيتهم، تحولت ذبيحة الايمان والطاعة الى ذبيحة خلاص ليهم. كانوا يذبحون خفية ويوجبون على انفسهم شريعة الله. يوجبون على انفسهم يعني بيطبقوا اللي ربنا بيقوله على انفسهم. وهنا روعة الانسان اللي مش بس بيصدق كلمة ربنا لكن كمان بيطوعها بيحولها لحياة بيعيش بيها. هذه أن يشترك القديسون في السراء والضراء على السواء. يشتركوا في الحاجات الكويسة المجد زي ما بيشتركوا أيضا في الآلام، لأن هم واقفين ملتفين حوالين ربنا. إن كنا نتألم معه لما فضلوا يتألموا فترة طويلة بسبب العبودية، لكن الله حول الآلام دي إلى مجد. وكانوا يرنمون بتسابيح الآباء. وقف شعبك يتمتع بذبيحة الخلاص فقدم ذبيحة التهليل التسبيح. وكان في مجموعة من المزامير اسمها مزامير التهاليل كانوا بيقولوها في احتفالهم بعيد الفصح، مزامير كلها فرح وابتهاج. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به. اه يا رب خلصنا، يا رب سهل طرقنا. ده واحد من مزامير التهاليل اللي كانوا بيهللوا بيها. بينما شعب الله عمال يرنم ويسبح بفرح وبتمجيد كان على العكس بقى المصريين. وقد رفع الأعداء جلبت أصواتهم بالبكاء والنحيب على أطفالهم. دول بيسبحوا فرحانين بالخلاص بينما شعب المصريين بيصوتوا من الحزن والبكاء على أطفالهم اللي هم فقدوهم. كل ده في وقت واحد، في لحظة واحدة، في ليلة واحدة. وكان قضاء واحد على العبد والمولي، على العبد والرئيس،
عشان كده ربنا قال هضرب البكر من ابن الجارية لابن فرعون. وضربة واحدة مالت وكان لكلهم أجمعين أموات. الموت ساب على كل المصريين ومفيش بيت كان فيه إلا حزن وصراخ وعويل. لا يحصون قد ماتوا ميتة واحدة، حتى أن الأحياء لم يكونوا كفوا أو لم يكفوا لدفن الموتى، إذ في لحظة أبيد نسلهم الأعز. يعني ان عدد الموتى فاق عدد الاحياء، وما بقاش عدد الاحياء كافي ان هو يقوم ويدفن العدد اللي مات بسبب هذا الحزن وبسبب رفضهم ان هم يقبلوا الله بعد ما عرفوه واختبروه من خلال الضربات العشرة. وفعلا فرعون اعترف ان دي يد الله، والشعب اعترف ان دي يد الله، لكنهم ما خضعوش لله. وبيدا نسلهم الابكار بتاعتهم ماتت، فنسلهم البكر او الاعز الاقوى، لان تملي يعتبروا الابن البكر هو اول ثمرة في الولادة اللي فيه القوة كلها. فده كل الابكار بتاعت المصريين ماتت في ليلة واحدة. فأبيد النسل، لان موت البكر فيه موت لكل العيلة، وحياة البكر فيها حياة لكل العيلة. عشان كده آدم هو البكر. لما مات آدم ماتت كل البشرية، والمسيح هو البكر الثاني. لما عاش المسيح وقام من بين الأموات قامت كل البشرية في المسيح. حتى أن الأحياء لم يكفوا لدفن الموتى، في لحظة أبيد نسلهم الأعد. وبعد أن أبوا، ليه رفضوا ربنا ورفضوا الخضوع لربنا؟ يقول بسبب السحر أن يؤمنوا. بعد أن أبوا بسبب السحر أن يؤمنوا بشيء، اعترفوا عند هلاك الأبكار بأن الشعب هو ابن الله. أن الشعب اللي هو شعب إسرائيل هو فعلا ابن لله، لأن ربنا كده كان يسمي شعب إسرائيل، إسرائيل ده ابن البكر. لما موسى دخل قدام فرعون يقول له ربنا بيقول لك اطلق اسرائيل ابن البكر. وهنا يوضح ان ليه المصريين بالرغم من الضربات اللي شافوها وشافوا ايدين ربنا فيها ما خضعوش لربنا. يقول بسبب الايه؟ السحر. بسبب اقتناعهم ان في قوة اخرى تستطيع ان تحميهم وتعطيهم امان وتعطيهم غلبة غير الله. وده اللي كان السحرة بيحاولوا يعملوه في بداية الطربات. كل ما موسى يعمل ضربة كان السحرة يقلدوها، فكان قلبهم بيقسى. وهنا يورينا خطورة الانسان اللي بيعتمد في حياته على قوة اخرى غير الله، تديله امان، تديله رجاء، تديله لذة، تديله فرحة، تديله راحة، ايا كانت هذه القوة، ان القوة دي هتضلله عن الله وهتبعده عن الله، ومش هيكون ليه راحة ولا نجاة ولا خلاص ولا حتى هيحقق اللي هو عايزه. فهنا هم قبلوا معرفة الله بسبب السحر، واعتمادهم على السحر واقتناعهم بالسحر ولجوءهم للسحر، فكان مصيرهم الهلاك. وحين شمل كل شيء هدوء السكوت وانتصف مسير الليل، لما جه في نص الليل هجمت كلمتك القديرة من السماء، من العروش الملكية على أرض الخراب بمنزلة مبارز عنيف. وهنا في روعة يشبه الملاك المهلك. الملاك المهلك ده ملاك الدينونة، بيشبهه بان هو كلمة ربنا القديرة، احد مناظر التجسد. ما
هي كلمة ربنا دي هي اللي حدين الإنسان، الإنسان اللي رفضها ورفض الخضوع ليها هتنزل كمبارز عظيم من العروش الملكية لكي ما تبلك الإنسان اللي رفضها. بينما هيها كلمة الله المتجسدة اللي هتعطي الخلاص للإنسان اللي قبلها وصدقها. وفعلا الملاك المهلك كان يهلك أبناء المصريين، لكنه كان يحمي ويحفظ ويحرر أبناء إسرائيل، أبناء العبرانيين. فهنا رمز جميل لتجسد الكلمة، يقول هجمت كلمتك القديرة. كلمتك القديرة جت بهجوم من السماء، من العروش الملكية، نزلت من السماء من العرش الملكي على أرض الخراب بمنزلة مبارس عنيف وسيف صارم يمضي قضاءك المحتوم. وسيف صارم يمضي قضاءك المحتوم، يعني ينفذ قضاء المحتوم. فوقف وملأ كل مكان قتلا، وكان رأسه في السماء وقدماه على الأرض. الكلمة المتجسدة رأسه في السماء وقدماه على الأرض لكي ما تدين اللي رفضوا وتخلص الذين قبلوا كلمة الله. حينئذ بلبلتهم بغتة أخيلة الأحلام، بلبلة شديدة، وغشيتهم أهوال مفاجئة. أصيبوا بالبلبلة وعدم الاستقرار المصريين لما نزل الملاك المهلك اللي هو كلمة الله القادرة، اللي هم رفضوا ان هم يخضعوا ليها وسببت ليهم هذه البلبلة او عدم الاستقرار. وكان كل واحد عند صرعة بين حي وميت يعلن لأي سبب يموت. وكلمة ربنا دي وضحت لهم هم ليه بيموتوا، ليه جالهم هذا العقاب، ما سابتهمش كده يموتوا وهم مش عارفين ليه بيموتوا. برضه كلمة ربنا في الدينونة هتفهم كل واحد ليه انت وصلت للهلاك، مش لان ده مزاجي ان انا اهلكك، لكن لانك رفضت كلمة الحياة. فعشان كده كلمة ربنا وقفت توضح لهم هم ليه بيموتوا وليه الهلاك ده بيسري في وسطهم. لأي سبب يموت؟ لأن الأحلام التي أقلقتهم أنبأتهم بذلك لئلا يهلكوا وهم يجهلون مجلبة هلاكهم. عشان ما يموتوش وهم مش عارفين هم بيهلكوا ليه. عشان كده بولس الرسول يقول أنت بلا عذر أيها الإنسان. محدش هيقول لربنا أنت ظلمتني، لكن كل واحد هيهلك هيبقى عارف كويس سبب الهلاك بتاعه لانه رفض الخضوع لكلمة ربنا وتصديقها. ولان المصريين رفضوا قبول كلمة الله اطلق اسرائيل ابن البكر ورفضوا الخضوع ليها برغم انهم شافوا يد الله القوية، فكان لازم وهم بيهلكوا يعرفوا سبب هلاكهم عشان محدش يقول لربنا انت ظلمتني. بينما بقى الصديقون اللي هم شعب الله، والصديقون ايضا مستهم محنة الموت. هيعمل مقارنة لطيفة ما بين الموت اللي مسك المصريين فاهلكهم وابتهم، وما بين برضك ان شعب اسرائيل تعرض للموت في مرات عديدة جدا، لكن ازاي ربنا تصرف معاهم تجاه الموت اللي كان بيمسهم. فرق بين الانسان اللي قبل كلمة ربنا وبين الانسان اللي رفض كلمة ربنا حتى قدام الموت. الموت هو لكن يختلف من شخص لاخر. والصديقون ايضا مستهم محنة الموت، وقعت الضربة على جم منهم، على مجموعة منهم. هنا بيذكر المشاجرة بتاعت قورح وداسان وأبيرام اللي موجودة في سفر العدد لما طلعوا شعب الله في البرية في إسرائيل، وبعدين ربنا اختار هارون
وبنيه ان هم يكونوا كهنة لي. فطلع قرح ودسان وأبيرام دول وقالوا ليه اشمعنا دول؟ اشمعنا دول ربنا يختارهم؟ ما الجماعة كلها مقدسة. وحاولوا يختصبوا الكهنوت ليهم. فالأرض فتحت فاها وابتلعت قرح ودسان وأبيرام، ونتيجة التذمر اللي حصل بين الشعب ربنا ضربهم بالموت أو بالوباء. لكن مع ضربتهم بالوباء ربنا فتح ليهم طريق للخلاص. ولكن الغضب لم يلبس طويلا، غضب الموت عليهم ما استمرش بعكس المصريين. ليه؟ لأن رجلا لا عيب فيه، رجل بار لا عيب فيه، بادر لحمايتهم، وقف يشفع فيهم. كان هذا الرجل هو هارون الكاهن، برغم ان هم اثاروا عليه لكن هو وقف يشفع فيهم. وهنا هارون كان رمز للمسيح، بالرغم ان ناس كتيرة هاجت على المسيح وثارت على المسيح وكانوا مستوجبين حكم الموت، لكن وقف المسيح يشفع فيهم. يا أبتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. نفس الموقف، وقف هارون يشفع قدام الله من اجل الناس اللي بتموت. لأن رجلا لا عيب فيه بادر لحمايتهم، فبرز بسلاح خدمته، وقف يدافع عنهم ويحامي عنهم. والسلاح اللي كان في ايده كان سلاح عجيب جدا. ايه السلاح ده بقى؟ فبرز بسلاح خدمته الذي هو الصلاة والتكفير بالبخور، وقاوم الغضب وأذال النازلة، فتبين انه خادمك. وقف هارون مسك سلاحه اللي هو سلاح الصلاة الشفاعة، وقف يصلي من اجل الناس اللي عمالة تهلك وتموت، وقف يمسك السلاح بتاعه شرية البخور، اصعب بخور كثير جدا امام الله زي ما بيحكي في سفر العدد، علشان ربنا يبص في شفاعة هارون ولا يبص الى ولا ينظر الى اثم الناس اللي تمردوا على الله. وقف هارون يشفع فيهم. منظر المسيح اللي رافع سلاحه عشان يحامي عن شعبه، وسلاح المسيح هو الصلاة الشفاعة. البخور المتصاعد من جسده اللي احرق على عود الصليب، وده اللي احنا بنقوله في يوم الجمعة العظيمة في الساعة السادسة والمسيح مرفوع على الصليب بيتألم. هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة عنا وقت المساء على جبل الجلجسة، فاشتمه أبوه الصالح، اشتمه كرائحة بخور. عشان كده تشوفوا بلدك في طقس الكنيسة اللطيف والشمامسة بيرتبوا اللحن ده يوم الجمعة العظيمة، لازم الكاهن يقف ويرفع بخور قدام أيقونة الصلابوت، ويرفع البخور بغزارة أو بكثافة، لأن ده عمل المسيح الكفاري، إنه وقف يشفع في الناس اللي رفضوه واللي كانوا مستوجبين حكم الموت. فأحرق جسده أو أحرق ذاته على الصليب علشان يشتم الآب رائحة بخور، فينال الشعب التكفير ويرضى الله عن الشعب، زي بالظبط ما عمل هارون. قدام الموت شعب المصريين لم يكن له خلاص، بينما قدام نفس الموت برضك بسبب أساوت شعب إسرائيل، لكن كان ليهم شفيع، كان ليهم خلاص. صحيح غلطوا، هيتأدبوا على الغلط، لكن في نجاة، في رجاء، في خلاص. فضرب بسلاح خدمته الذي هو الصلاة والتكفير بالبخور، وقاوم الغضب وأذال النازلة، أسباب المصيبة اللي كانت بتحل على الشعب، فتبين أنه خادمك. فانتصر على الجمع لا بقوة الجسد، انتصر على اللي كانوا بيرفضوه مش بقوة الجسد والفتونة ولا بأعمال السلاح، ولكنه بالكلام، بالصلاة، بالشفاعة انتصر عليهم. كف المعاقب مذكرا الأقسام والعهود للأباء، وقف يصلي قدام ربنا متمسك بعهود الله تجاه شعبه،
وبالعهود اللي ربنا اداها لابراهيم واسحاق ويعقوب، ده شعبك يا رب اللي انت اخترته، اللي انت اقتنيته، اللي انت فديته، مش ممكن تسيبه للهلاك، ارحمه. وهي دي شفاعة المسيح الكفارية. فإنه إذ كان القتلى يتساقطون جماعات وقف في الوسط فجسم السخط وقطع المسلك إلى الأحياء، وقف وسط الناس اللي عمالة تموت ورفع الشفاعة فقطع الطريق على الموت وفتح الطريق للحياة. نفس عمل المسيح اللي وقف بين الموتى نزل إلى الجحيم علشان يقطع طريق الموت ويفتح طريق للحياة. لأنه كان على ثوبه السابغ، ثوب السابغ يعني الطويل اللي وصل لحد رجليه، كان موجود على ثوبه السابغ العالم كله، وأسماء الآباء المجيدة منقوشة في أربعة أسطر من الحجارة الكريمة، وعظمتك على تاج رأسه. لما تشوفوا لبس رئيس الكهنة تلاقوه حاجة جميلة جدا، وهندرسه بالتفصيل في سفر الخروج. كرئيس الكهنة لازم يلبس ثوب طويل لحد الرجلين، والثوب ده عليه نقوش من كرمة وأغصان وتينة، وفي بيله رمانات بتجلجل. الثوب بتاع رئيس الكهنة ده مرسوم عليه العالم كله. خدوا بالكم المعنى الرائع الجميل، لأن المسيح في تجسده لما لبس الثوب يعني خد الجسد، حمل في جسده كل مين؟ العالم. شال العالم كله في جسده كرئيس كهنة. وبعدين رئيس الكهنة فوق الثوب الطويل ده يلبس حاجة اسمها الصدرة، والصدرة دي كان عليها 12 حجر كريم مرصوصين في أربع سطور، كل سطر ثلاث أحجار كريمة، وكل حجر من الأحجار الكريمة دي محمول على صدر رئيس الكهنة منقوش عليه اسم ست من الأسباط ال 12. وكأن الله حامل شعبه على صدره، حامل شعبه في قلبه. وبعدين في حجرين كريمين تانيين على كتفي رئيس الكهنة منقوش على كل حجر أسامي ست أسباط. فشعب الله محمول على قلبه على صدره، ومحمول على كتفه، محمول بالحب ومحمول بالمعونة. فالعالم كله كان محمول على جسد المسيح اللي وقف بين الموت علشان يقطع طريق الموت ويفتح طريق للحياة. كل ده سليمان كان شايفه، بس كان رموز للعمل اللي بيعمله المسيح، وكان بينطقه بالروح القدس من غير ما يدرك عمق هذا الكلام. وكان على رأس رئيس الكهنة تاج من ذهب منقوش عليه عبارة قدس للرب. وده اللي قاله المسيح قبل ما يدخل على الصليب، من أجلهم أقدس أنا ذاتي، أقدس يعني أخصص نفسي علشان تقدم ذبيحة عنهم، قدس للرب. وقف رئيس الكهنة يشفع، ويقف بسلاحه اللي هو الصلاة أمام الموت اللي بيسري حتى في الشعب، بينما للمصريين لم يكن شفاعة، برغم أن الموت كان هو هو. وده يورينا اللي ليه المسيح ليه شفاعة، حتى لو سرى الموت في كيانه، من آمن بي ولو مات فسيحيا. بينما اللي ملوش المسيح ملوش شفاعة. إن لم تؤمنوا بابن الإنسان ليست لكم حياة أبدية. وده الفرق ما بين واحد مسيحي يتمسك بمسيحه حتى لو غلط، وحتى لو كانت دينونته الموت، لكن يتمسك بمسيحه يجد شفاعة، بينما الآخر مهما كان وقدام الموت لا يجد شفيع لأنه ليس له مسيح. في رؤية جميلة شافها أحد
الرهبان اللي تنيحوا ماتوا يعني ورجعوا مرة تانية للحياة وكتبوا اختبارهم، قال وانا خارج من الجسد وبموت وبخرج شفت نفسي عمال اطلع لكن هدومي كلها متسخة باتساخات شديدة جدا، وبعدين في قوة هائلة طلع من الجحيم عايزة تشفطني تشدني ناحية الجحيم. في نفس الوقت طلع واحد نفس واحدة واحد تاني بيموت في نفس اللحظة اللي هو مات فيها، والإنسان ده كان غير مسيحي وهدومه أقل اتساخا من هدوم الراهب ده، هو يعني هدومه متبقعة أقل بقع من الراهب ده، وهما الاتنين ابتدوا يتشفطوا ناحية الجحيم لأن هدومهم متسخة. فبيقول أنا قعدت أصرخ باسم يسوع باسم المسيح يا يسوع يا يسوع يا يسوع، بينما الراجل الثاني ما كانش عارف ينطق الاسم لأنه ما يعرفوش، فجت قوة من الفردوس حررته من الشفطة بتاعت الجحيم ورفعته برغم ان ثيابه اشد اتساخا، بينما الثاني ابتلى في الجحيم لانه ما عرفش اسم يسوع، ما كانش ليه رئيس الكهنة اللي يشفع فيه اللي يشده من تلك القوة. عشان كده الاثنين واجب الموت، لكن كان في شخص ليه شفاعة بينما الشخص الاخر مالوش شفاعة. قارن بين الليلة المفجعة التي أصابت المصريين وبين الليلة المفرحة التي أصابت أو التي فرح بها شعب الله بالخلاص. في الإصحاح 19 أما المنافقون اللي هم الشعب المصريين اللي رفضوا ربنا